بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب شرح مختصر القدوري رحمه الله تعالى للشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، أو أنت معي في الحرام، أو نحو ذلك، قال نحو ذلك، سئل عن نيته، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال، لأنه نوى حقيقة كلامه. قال: وإذا قال الرجل لامرأته، يعني قيد الآن القائل بأنه الزوج، فقال الشيخ رحمه الله: إذا قال لامرأته، لأن الزوجة لو قالت لزوجها أنت علي حرام، وهذا ربما يحصل، فلو قالت الزوجة لزوجها أنت علي أو أنا عليك حرام، أو حرمتك أو أنت علي حرام، ما الحكم؟ قال: صار هذا صار يمينا. إذا صدر مثل هذا الكلام من المرأة يكون يمينا، فلو جامعها طائعة أو مكرهة قالوا تحنث، بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فيها مكرها، فأدخل فيها مكرها. وهذه مسألة ذكرناها أظن سابقا، فأدخل بأن حمل مثلا، لا يحنث، لأنه هو قال لا أدخل، فهنا الآن أدخل، أما لو أكره على الدخول يحنث. وكذلك هنا لو قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك، فجامعها طائعة أو مكرهة تحنث، يعني أن الفعل قد وقع، نعم قد وقع منها وهو الجماع. فلو قال مثلا حرمتك، أو قال أنت محرمة علي، قال أنت محرمة علي، الشيخ ماذا قال؟ قال أنت علي حرام، أنت علي حرام، يعني فلو قال أنت محرمة علي، أو قال حرام علي، أو لم يقل علي، يعني قال مثلا حرمتك، ما قال حرمتك علي، ولم يقل، قال أنت محرمة، لم يقل علي، أو قال أنت حرام، أو قال أنا عليك حرام، أو أنا عليك محرم، أو قال حرمت نفسي عليك. لاحظ كل هذه التعبيرات، كل هذه الكلمات، كل هذا بمنزلة قوله أنت علي حرام، أنت علي حرام. كذلك قد يقول لها أنت علي، ما قال أنت علي حرام، ما قال أنت علي حرام، فقال مثلا أنت علي كالخمر مثلا، أو كالخنزير، أنت علي كالخنزير، أو قال كالخمر، أو قال كأي شيء حرم لذاته، حرم لعينه ولم يحرم لغيره، حرم لعينه، قالوا كان هو بمنزلة قوله أنت علي حرام.
وهذه عبارات، هذه عبارات أحبابنا تصدر عن كثيرين، يعني تجد الواحد ربما يتفنن، يتفنن بإطلاق هذه العبارات. فإذا كانت كلها تدور وتؤدي معنى قوله أنت علي حرام، تؤدي هذا المعنى، تعطى هذا الحكم، يعني يسأل عن نيته، يسأل عن نيته. لماذا يسأل عن نيته؟ نلاحظ أحبابنا، هل قوله أنت علي حرام وجميع العبارات التي ذكرتها قبل قليل، هذا لما قال أنت علي حرام قال الفقهاء هذا كلام مبهم، هذا كلام مبهم، والكلام المبهم يحتمل وجوها، يحتمل وجوه متعددة، ونحن لا نستطيع أن نميز بعض الوجوه عن بعض إلا بالنية، إلا بالإرادة. لذلك قال الشيخ رحمه الله سئل عن نيته، أنت ماذا كنت تريد بقولك أنت علي حرام؟ قال سئل عن نيته، فإن قال أردت الكذبة فهو كما قال، يعني يكون كاذبا، أنه لما قال أنت علي حرام وهي عليه حلال، هي عليه حلال، فيقول أردت أنني كاذب، أكذب بهذا الكلام، فيكون هو على ما قال، يعني يكون كاذبا، لأن الواقع يكون على خلاف ما نطق به. قال فإن قال أردت الكذبة فهو كما قال، لأنه نوى حقيقة كلامه، لأن حقيقة كلامه وصف الزوجة بأنها حرام، وهي في الواقع موصوفة بأنها حرام أو موصوفة بأنها حلال، هي موصوفة بأنها حلال في الواقع، فيكون قوله أنت علي حرام كذبا، فلا يقع به طلاق، فلا يقع به طلاق ولا غير ذلك. قال في التصحيح إذن إذا قال أنت علي حرام، القول الأول للفقهاء أنه إيش؟ يسأل عن نيته. قال في التصحيح هذا ظاهر الرواية ومشى عليه الحلواني. وقال السرخسي لا يصدق في القضاء، يعني لو قال أنا نويت أردت الكذب، أردت الكذب، قال لا يصدق في القضاء. لماذا؟ قال لأن قوله أنت علي حرام هذه في الظاهر يمين، هذا في الظاهر يمين. وذكرنا أظن في كتاب لما قرأنا متن الكنز أن من الأيمان تحريم الحلال، أن من الأيمان تحريم الحلال، فمن حرم نفسه حلالا فإذا أكل هذا الحلال بعد ذلك أو شربه يكفر عن يمين. فلما قال أنت علي حرام فهذا تحريم للحلال، فهو يمين فلا يصدق، ففي الظاهر هو يمين، قال فلا يصدق قضاء، أما فيما بينه وبين الله فيصدق، فيصدق. وهذا القول الذي ذكره الشيخ عن السرخسي هو منقول عن الإمام الطحاوي والكرخي، يعني هما اللذان ذهبا إلى هذا القول. وقال السرخسي لا يصدق في القضاء، حتى قال في الينابيع في قول القدور، في قول القدور فهو كما قال يريد فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في القضاء فلا يصدق بذلك. انظر كيف فسر صاحب الينابيع شارح متن القدوري كيف فسره، أما في القضاء فلا يصدق بذلك ويكون يمينا، ويكون يمينا، ومثله في شرح الإسبجاب وفي شرح الهداية، وهذا هو الصواب وعليه العمل والفتوى. إيش وهذا هو الصواب؟ يعني أنه لا يصدق في القضاء، لا يصدق في القضاء، وإنما إنما يكون ليش لا يصدق في، لماذا لا يصدق في القضاء؟ لأن قوله أنت علي حرام هذا يمين ظاهرا،
أما فيما بينه وبين الله فيصدق. قال إن قال أردت به الطلاق بعد أن سئل قال أردت به الطلاق قال فهي تطليقة بائنة لأنه كناية لأنه طلاق بالكناية إلا أن ينوي الثلاث فيكون ثلاثا. قال أنا أردت بقولي أنت علي حرام ثلاث تطليقات فيكون فيقع ثلاث تطليقات اعتبارا بسائر الكنايات. معنى هذا الكلام أن الحرام من ألفاظ الكنايات وألفاظ الكنايات ما حكمها؟ أنه يقع بها الأدنى مع احتمال الكل. ما هو حكم ألفاظ الكناية؟ أنه يقع الأدنى مع احتمال الكل. فإذا نوى ثنتين مثلا قال تقع واحدة بائنة، هذا عندنا لأن اللفظ لا يحتمل، أنت علي حرام لا يحتمل العدد، وهذا مرة معنا في ألفاظ الكنايات. نعم. بعض فقهائنا قال لو قال رجل لزوجته أنت علي حرام ألف مرة، ماذا يقع؟ قال يقع واحدة، نعم. وكذلك قال بعض فقهائنا، وهذا الكلام دقيق جدا وينبغي اعتباره، قال في كل موضع، تشترط فيه النية ينظر المفتي إلى سؤال السائل. لاحظ انتبه، كل موضع تشترط فيه النية ينظر المفتي إلى سؤال السائل. إن قال قلت كذا، إن قال قلت كذا هل يقع؟ يعني جاء السائل إلى المفتي فقال المفتي المستفتي للمفتي إن قلت لزوجتي أنت علي حرام هل يقع؟ يقول له نعم إن نويت، وإن قال له، وإن قال له إن قلت لزوجتي أنت علي حرام كم يقع؟ يقول واحدة. لا يقول له إن نويت تقع طلقة وإن لم تنوي لا يقع شيء. ليه؟ قال لأنه لما قال هل يقع هو يعني جاهل لا يعرف هل يقع أو لا يقع، أما لما قال كم يقع فهو إذن يعلم أن قوله أنت علي حرام يقع به طلاق، ولكن يجهل عدد تلك الطلقات، نعم. فاتضح الآن الكلام الذي ذكره بعض الشيوخ. هل في عندنا كذلك أمر آخر؟ لو قال لزوجته، ما زلنا في قوله أنت علي حرام، لو قال لزوجته أنت علي حرام، قالها مرتان، قالوا لما قالها مرتين نوى بالأولى الطلاق وبالثانية اليمين، قال يكون الأمر على ما نوى، أي نعم. طب الآن لو قال لزوجتيه، أنتما علي حرام، ونوى ثلاث طلقات في إحدى الزوجتين ونوى طلقة في الأخرى، ما الحكم؟ قال صحت نيته عند الإمام. أعيد، قال لزوجتيه أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى، قال صحت نيته عند الإمام. ولو قال نويت الطلاق في إحداهما،
نويت الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى، واليمين في الأخرى هنا عند الإمام، عند أبي يوسف يقع الطلاق عليهما، وعند أبي حنيفة ومحمد يكون الأمر كما نوى. أعيد، لو قال لزوجتيه أنتما علي حرام، فقال نويت الطلاق في إحدى الزوجتين ونويت اليمين في الأخرى، ما الحكم؟ يقع الطلاق عند أبي يوسف وعند سيد أبي حنيفة رحمه الله ومحمد يكون الأمر على ما نوى. وهناك كلام كثير حول قوله أنت علي حرام بالنسبة لتعدد الكلمات أو النية وغير ذلك، وفيما ذكرنا يعني أظن فيه كفاية. من أراد التوسع يعني فليرجع إلى الشروح. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك قليلا. في سؤال في جزئية في قول السرخسي مولانا. نعم تفضل. ويكون يمينا، ما المقصود باليمين سيدي؟ كأنه قال والله لا أقربها، لما قال أنت علي حرام كأنه قال والله لا أقربها، يعني يكون إله. لا انتبه لما قال السرخسي لا يصدق، قلنا لا يصدق في القضاء. لما قال والله لا أقربها هذا إلى ألا يمين مطلق، هذا إيش قال؟ لا أقربها، لم يحدد مدة. فإذا مضت أربعة أشهر نعم ما الحكم؟ وقع الطلقة. لا ليس الأمر كذلك. قال السرخسي قلنا لا يصدق في القضاء، يعني قلنا إيش؟ لأنه هذا يمين، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. هل أراد بذلك ربما يكون ظاهر الطلاق؟ لا. وقال السرخسي لا يصدق في القضاء إن أردت الكذبة. لما قال لا يصدق في القضاء لأنه إيش؟ قلنا أنه يمين ظاهرا، فاعتبره يمينا. فلما اعتبره يمينا فتكون طلقة. إن قال أردت الكذبة فهو كما قال، لأنه نوى حقيقة كلامه. مولانا ما الفرق بين ظاهر الرواية ومش علي الحلواني والذي هو علي الفتوى الذي قال به السرخسي والطحاوي والقرفي؟ ما فهمت. هل الأول الذي قال في التصحيح هذا ظاهر الرواية ومش علي الحلواني؟ نعم. ثم بعد ذلك وقال السرخسي لا يصدق في القضاء، يعني يظهر لي أن القول الأول غير القول الثاني. طبعا غير القول الثاني. القول الأول الذي قال في التصحيح هذا ظاهر الرواية، أنه إذا سئل عن نيته فإن قال أردت الكذب فهو كما قال قضاء وديانة. ولكن الشيخ السرخسي قال لا يصدق بقوله أردت الكذب في القضاء، وإنما يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، فيكون في فرق بينهما. ويكون اليمين على مقصد السرخسي طلقة. وهذا هو الظاهر، أن قول السرخسي يقول يعني لو قال أردت الكذب يكون طلاقا، ولكن يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. وذكرنا الفرق بين القضاء وبين الديانة، وهي لو أنها رفعت الأمر إلى القاضي وأقر بذلك، ما الحكم؟ يفرق القاضي بينهما. أما لو صدقته هي وسعها أن تبقى عندهم،
وإن قال أردت به الطلاق، طيب قال وإن قال أردت به الظهار، أردت به الظهار يعني بقوله أنت علي حرام، قال فهو ظهار، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد ليس بظهار. لماذا؟ قال انعدام التشبيه بالمحرمة، وهو الركن فيه، وهو أي التشبيه بالمحرمة هو الركن في الظهار، والآن لم يشبهها في بالمحرمة فكيف يكون ظهارا؟ ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه أطلق الحرمة، الذي قال القائل لزوجته أنت علي حرام ماذا فعل؟ أطلق الحرمة، لأنه لم يقيدها بشيء، والمرأة تارة تكون محرمة بالطلاق وتارة تكون محرمة بالظهار. فلما هو أطلق وقال أنا ما هو لم يرد الطلاق، قال أنا لم أرد الطلاق وإنما أراد الظهار، فيكون قد تعين نوع من أنواع التحريم. قال ولهما أنه أطلق الحرمة، وفي الظهار نوع حرمة، لأنه إذا قال أنت علي، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه حتى يكفر عن ظهاره. قال والمطلق يحتمل المقيد، المطلق يحتمل المقيد، نعم. ومعلوم من نوى محتمل كلامه هل يصدق أو لا يصدق؟ طبعا قولا واحدا يصدق، فهو الآن لما قال نويت بقولي أنت علي حرام نويت الظهار، فقد نوى محتمل كلامه، فينبغي أن يصدق. نعم. قال الإسبجابي والصحيح قولهما واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح. وإذا قال أردت به التحريم، أردت به يعني بقوله أنت علي حرام، أردت به التحريم، أو قال يعني لم أرد به شيئا، ما أردت به شيئا، قال فهو يمين يعني كأنه قال والله لا أقربك، فهذا يمين إلى مطلق، فهو يمين يصير به موليا. وذكرنا في الدرس السابق أو في الدرس الذي قبله أن الإيلاء إما أن يكون مقيد بمدة الإيلاء أو أن يكون مطلقا، فهذا إيلاء مطلق، فهو يمين يصير به موليا، لذلك لو قربها ماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه، وإن لم يقربها حتى مضت 4 أشهر بانت بالإيلاء. نعم. إذن عندنا الآن حالتان، إذا قال أنت علي حرام هو إما أن يقول أردت التحريم، وإما أن يقول لم أرد به شيئا، وفي كلا الحالتين يكون يمينا ويصير به موليا. أما إذا أراد يعني لما قال أردت التحريم لماذا كان يمينا؟ لما قال أردت التحريم لماذا كان يمينا؟ لماذا يكون يمينا لو قال أنا أردت بقولي أنت علي حرام أردت التحريم؟ أي نعم، أردت به التحريم. لماذا يكون يمينا؟ قال لأن هذا كما ذكرنا سابقا هذا تحريم المباح، وتحريم المباح ما حكمه؟ يكون يمينا، بدليل أن الله عز وجل لما خاطب نبيه قائلا
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعني لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه بعض نسائه، ثم قال له خاطبه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين لنا أن تحريم المباح يمين، فإذا ما أردت فعل المباح يجب عليك أن تكفر، فإن فعلته وجب عليك تكفير كفارة يمين. إذن لماذا كان قوله أردت التحريم، أردت أن أحرمها على نفسي، أردت أن أحرمها على نفسي، لماذا كان يمينا؟ لأن وطأها مباح وقد حرم المباح فتكون يمينا. أما إذا قال لم أرد به شيئا، لم أرد به شيئا، لماذا يكون يمينا؟ لماذا يكون يمينا؟ قالوا لأن الحرمة، الحرمة الثابتة باليمين هي أدنى أنواع التحريم. الحرمة الثابتة باليمين هي أدنى أنواع التحريم، لأن كيف يعني أدنى أنواع التحريم؟ انتبه الآن، لو أنه آلى من زوجته، آلى من زوجته، الوطء حلال قبل الكفارة، وفي الظهار لا يكون كذلك، الوطء حرام، الوطء حرام. ولو أنه أراد به، لو أراد به الطلاق وقع طلاقا بائنا، والطلاق البائن يحرم الوطء، والإيلاء لا يحرم الوطء. فإذا كانت الحرمة الثابتة باليمين هي أدنى أنواع الحرمات إن صح التعبير. فلما كانت حرمة اليمين أدنى الحرمات تعينت بقوله أنت علي، أنت علي حرام، تعينت بقوله. ليه؟ لأنها صارت متيقنة، ولا يجوز ولا يصح أن نهمل كلامه، أن نهمل كلامه. هو قال أنا لم أرد به شيئا، فلا بد أن يعمل كلامه، لا بد أن يكون كلامه عاملا يعني مؤثرا، فنعطيه أدنى أنواع التحريم الذي هو حرمة اليمين فيصير به موليا. لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال: وإن قال أردت به التحريم، أي لما سئل عن نيتي أنت ماذا أردت بقولك أنت علي حرام، قال أردت به التحريم أن أحرمها على نفسي، أو لم أرد به شيئا، هكذا كنت غضبان منزعجا منها ولم أرد بهذا الكلام شيئا إنما أطلقته، قال فهو يمين يصير به موليا. لماذا؟ قال لأن الأصل في تحريم الحلال، لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا، إنما هو اليمين عندنا. ذكرنا قبل قليل لماذا كان تحريم الحلال يمينا للنص القرآني، وكذلك تحريم الحلال أحبابنا ليس من العبد، أنت أن تحرم حلالا على نفسك هذا ليس لك، إنما هو من الله تبارك وتعالى، لأن تحريم الحلال إذا كان من العبد كان قلبا للمشروع، كان قلبا للمشروع. نعم، فهذا الأمر ليس له، هذا الأمر ليس له. قال إنما هو اليمين عندنا، فإذا قال أردت التحريم فقد أراد اليمين، وإذا قال لم أرد شيئا لم يصدق في القضاء، لأن ظاهر ذلك، ظاهر قوله أنت علي حرام، اليمين. وإذا ثبت أنه يمين كان بها موليا، جوهر كان بها يعني باليمين. في بعض النسخ كان به، في بعض النسخ كان به، إيش يعني كان بها؟ كان بقوله أنت علي حرام موليا، يعني يصح الوجه. قال في الهداية: ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق، يعني لو قال لزوجته أنت علي حرام يقول هذا طلاق،
ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية. ليه؟ قال لحكم العرف، لأن العادة جرت بين الناس في لعله في زمان المؤلف، وأظن الآن في زماننا، والآن في زماننا جرت العادة بين الناس أنهم يريدون يعني الزوج الرجل يريد بقوله أنت علي حرام أو عليه الحرام، يقول يريد بهذا اللفظ الطلاق، يريد بهذا اللفظ الطلاق. نعم. فلذلك ماذا قال؟ قال بعض، قال إيش قال الشيخ؟ قال ومن المشايخ، ومن المشايخ نعم، من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية لحكم العرف، لحكم العرف نعم. وكذلك يحكم العرف في قوله كل حلال علي حرام، هذا يمين، وحلال الله علي حرام، هذا يمين، أو قال حلال المسلمين علي حرام، هذا يمين، هذا يمين قطعا. ولكن الآن هل تدخل الزوجة بقوله حلال المسلمين علي حرام أو لا تدخل؟ إن جرى العرف في دخولها دخلت، وإن لم يجر العرف في دخولها لم تدخل، بناء على قول هؤلاء المشايخ الذين قالوا جرى العرف في ذلك. فكذلك سائر الكلمات التي فيها تحريم عام للحلال أو للمباح، هل تدخل المرأة في ذلك أو لا تدخل؟ فقالوا كل ما يدخله العرف في هذا التعبير يدخل فيكون قوله كل حلال علي كذا، يكون هذا يمينا في حق ما يتناوله هذا اللفظ عرفا. واضح الكلام إن شاء الله؟ في سؤال؟ نعم. فهي نعم يستخدمونها في هذا، لكن يعني بعض الجهال يعني يقولونها لغوا، يعني لا يفهم ماذا يقول، حتى ربما تزوج حديثا وهو صغير لا يفهم اصلا يعني ما تؤدي له. فألا تعتبر النية هنا، ولا يعتبر يعني ألا يعتبر الجهل هنا؟ ذكرتني بمسألة أريد أن أطرحها، سبحان الله كنت نسيانا. ذكرتني بمسألة، قال فقهاؤنا، قال الفقهاء لو قال الأعزب، وهذا يجري كثيرا والناس في غفلة عنه، لو قال من لا زوجة له عليه الطلاق ليفعلن كذا ولم يفعله وجبت عليه كفارة يمين. الأعزب الذي ليس عنده زوجة لو حلف يمين طلاق، لا نقول هو جاهل، لا علم، لا يعذر المرء بالجهل في دار الإسلام، لا يعذر المرء بالجهل في دار الإسلام. فلو قال عامي أو جاهل أو متعلم وكان لا زوجة عنده، ما عنده زوجة، قال علي الطلاق لا أفعل ذلك، لا أشرب من هذا الماء، فشرب منه وجب عليه كفارة يمين. فإذا لا يعذر بالجهل في دار الإسلام، قل والله ما عندي خبر، لا يعذر بذلك، يقع بذلك طلقة. ولكن يعني أخف الأحوال، لو أراد المفتي أن يخفف عن إنسان يقول له عليك كفارة يمين، هذا يعني لو أراد يعني أن يعني يتساهل المفتي في الفتوى. وصل الجواب شيخنا؟ بالنسبة لما تزوج سيد قصدكم صح؟ كيف المتزوج؟ لو المتزوج قال عليه الطلاق عليه الحرام لا يفعل لنا كذا، تمام، هذا تقع ولم يفعله تقع عليه طلقة، لأن العرف جرى
بأن كلمة عليه الحرام طلاق. فلو قالها كثيرا مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين مرة ويقول أنا كنت جاهلا، يعني للمفتي أن يخفف عنه ويقول له عليك كفارة عشرة أيمين أو خمسة أيمان إلى آخره. ولكن ليه؟ لأنه يعني اللفظ يحتمل أنه يمين، يحتمل، فللمفتي أن يفتي بذلك، أن يرجع إلى نيته، أن يرجع إلى نيته. أنت ماذا نويت بقولك علي الحرام؟ قال ما نويت شيئا. وقال الآن إذا لم يرد شيئا ما هو؟ يمين. واضح شيخنا؟ وغالبا أولئك الذين يقولون علي الحرام علي الحرام هو لا ينوي شيئا، غالبا لا ينوي شيئا، يردد هكذا لا ينوي شيئا. فإذا كان لا ينوي شيئا ما الحكم؟ لزمه كفارة يمين إذا حنف، لزمه كفارة يمين. إينا. فلذلك يعني لا بأس أن يسأل الإنسان عن نيته في هذه الأمور. فإذا قال لم أرد شيئا نقول له عليك كفارة يمين. قال: وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب، لشرحه يعني لعله أراد متن القدوري، قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام، لو أن الإنسان قال الحلال علي حرام، أو أنت علي حرام، أو حلال الله علي حرام، أو كل حلال علي حرام، قال هذا طلاق بائن. هذا طلاق، أنا قبل قليل ذكرت لكم أن هذا خاضع لإيش؟ للخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، خاضع للخلاف. نعم، أنه إذا كان للعرف، إذا كان العرف يدخل الزوجة فهي طلقة، إن لم يدخلها لا تقع طلقة. الآن الشيخ ماذا قال؟ قال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام، أو أنت علي حرام، أو حلال الله علي حرام، أو كل حلال علي حرام طلاق بائن، ولا يفتقر إلى النية للعرف. انتبه ماذا قال؟ للعرف، علل بالعرف. فلو كان العرف لا يدخل المرأة في مثل هذه الأيمان فلا تطلق. حتى قالوا في قول محمد: إن نوى يمينا فهو يمين، ولا تدخل امرأته إلا بالنية، وإن لم ينوي فهو على المأكول والمشروب. إن لم ينوي لما قال كل حلال علي حرام، لم ينوي امرأته قال لا تقع طلقة ولا تتناول هذه اليمين زوجته، فيكون قوله كل حلال علي حرام على المأكول والمشروب لا على الزوجة. حتى قالوا في قول محمد: إنما أجاب به على عرف ديارهم. لاحظ كيف حكم العرف في هذا القول. أما في عرف بلادنا، في عرف بلادنا، بلاد من؟ بلاد نجم الأئمة، بلاد نجم الأئمة. أما في عرف بلادنا فيريدون تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، يعني يحمل على تحريم الزوجة لا على تحريم الطعام والشراب، فيكون طلاقا بائنا. يعني في عرف بلاد نجم الأئمة أنهم استخدموا كل حلال علي حرام بمنزلة أنت طالق، فصار من ألفاظ الطلاق الكناية، فتقع طلقة بائنة، تقع طلقة بائنة. وفي مختارات النوازل: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نية، لو قال كل حلال علي حرام أو غير ذلك. نعم. ليه؟ قال: لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى، ولهذا لا يحلف به إلا الرجال.
قلت ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا وريفنا. طبعا القائل هنا العلامة قاسم، أن الكلام كله منقول من التصحيح كما قال كذا في التصحيح. ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا وريفنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام، كذا في التصحيح. فهذه تقع فيها طلقات، تقع فيها طلقات بائنة هنا. ثم قال: كتاب الخلع، يعني نكتفي بهذا أحبابنا إن شاء الله. كتاب الخلع نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.